أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفترة الجديدة مفتوحة مع حضراتكم من التغطية في استوديو الآن، وتابع فيها مجموعة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية. نبدأها بطبيعة الحال مما انتهى إليه منذ لحظات تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في هذا الإطار الثلاثي الذي يجمع بين مصر والأردن والعراق. كشف سامح شكري عن عقد اجتماع الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في القاهرة، مؤكدا أن الاجتماعات بحثت تفعيل أطر التعاون بين البلدان الثلاثة في مجالات الطاقة والإعمار والكهرباء، مؤكدا أن البلدان الثلاثة تعمل على التكامل بين بعضها. وأكد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الأردن والعراق أن المشاورات بحثت أهمية الحفاظ على الاستقرار وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، موضحا أن هذا التعاون يهدف لخدمة شعوب البلدان الثلاثة، مشيرا لوجود رؤية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات المشتركة. ولفت إلى أن الاجتماعات تطرقت لتطورات الصراع في سوريا وليبيا وأهمية التوصل لحلول سياسية كي تتمكن هذه الدول من الحفاظ على سيادتها. أيضا استمعنا طبعا لتصريحات من وزيري خارجية العراق والأردن. على أي حال لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بك سيادة السفير، أهلا بك معنا في هذه الجولة من النقاش. يعني احتضنت القاهرة هذا المؤتمر الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث، ما الإضافة التي أتت بها هذه المباحثات بعد يعني مباحثات على مستوى القمة كنا شاهدناها من فترة، وأيضا على مستوى وزراء معنيين في ملفات مختلفة بين الدول الثلاثة؟ مساء الخيرات، وهو شيء جيد طبعا أن نرى المشاورات تتم يوم بيوم بل ساعة بساعة، سواء على مستوى القمة سواء على المستوى الوزاري، بل أن وزير الخارجية أشار أن الأمر لا يتوقف عندنا هنا كوزراء خارجية، وإنما الوزراء المختصون كقطاع الكهرباء أو قطاعات أخرى كالاستثمار والتعاون الدولي سيكون لهم أيضا اجتماعاتهم. هذا يدل على أن الاشتباك بالمعنى الحميد للكلمة بين كل المختصين في البلدان الثلاثة لابد أن يسفر في النهاية عن مزيد من التبادل التجاري، مزيد من الاستثمار، مزيد من الإعمار في العراق. وسمعنا كيف أن العراق طبعا مدنه دمرت تماما، نعلم أن هناك شركات إعمار مصرية تعمل في العراق وموجودة على الأرض مثل المقاولين العرب وغيرها. البلدان الثلاثة لها تجربة تمت قريبا في التسعينيات عندما أنشأنا ما يسمى بمجلس التعاون العربي بين مصر والأردن والعراق، وللأسف كان قد انهار هذا التجمع نتيجة غزو صدام حسين للكويت. ثم نحن نعاود مرة أخرى، العراق له أهمية خاصة، فهذا هو ثالث أكبر جيش بعد الجيش المصري والسوري، ومن المهم جدا أن نعيد قواه لكي يكون درع من دروع الأمة العربية. فالمجالات كثيرة. بعد آخر ربما لم يشر إليه أحد، وهو وجود جالية مصرية عظيمة وكبيرة في العراق تساعد في نهضته وإدمائه، تقلصت قليلا وقت الأزمة لكنها تعاود التجمع. لدينا جالية مصرية في الأردن تعامل على أفضل ما يكون وتساهم في نهضة التنمية الاقتصادية الأردنية. تكلموا عن موضوع الربط الكهربائي، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الجاليات؟ عذرا سيد سفير بيومي قبل أن نتجاوز نقطة الجالية، جالية مصرية في الأردن وجالية مصرية في العراق، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الجاليات، أو كيف يعني تتوقع حضرتك أن يكون الطرح فيما يتعلق بهاتين الجاليتين في هذه المباحثات؟ علاقات مباشرة ما نسميه شعوب لشعوب، بيبل تو بيبل، وهي من أفضل أنواع العلاقات عندما تتراجع الحدود وتصبح، لأن أكثر ما يؤثر سلبا في النمو للعلاقات العربية هو حركة الإنسان العربي. فلدينا اتفاق تجارة حرة، حركة السلع محررة، حركة رأس المال محررة، الخدمات إلى حد كبير كالطيران والبنوك محررة، يبقى حركة الإنسان العربي، وكلما حررناها كلما انتقلت المصالح، انتقلت الخدمات، انتقلت الأموال ذهابا وجيئا
وطبعا نحن نعتز في مصر ان الجاليات المصريه في الخارج تعتبر من اكبر مصادر العملات الاجنبيه في مصر، كلها اشياء مهمه جدا وربما غريبه على السمع قليلا، لكن نحن نركز عليها لان لها اهميه كبيره في تعميق العلاقات. كنت اتكلم عن الربط الكهربائي ايضا، وموضوع بعضنا قد لا يفهمه، انما نحن عندما نربط بغداد بالقاهره نحن نكسب 3 ساعات كهرباء مجانيه، لان عندما ينتصف الليل في بغداد فتطفي الانوار تكون القاهره في 9 مساء ذروه استخدام الكهرباء، وعندما تطفئ القاهره النور في منتصف الليل تكون الرباط او كازابلانكا ما زالت تستخدم الكهرباء. فاحنا في هذا الربط الكهربائي من بغداد الى الدار البيضاء نكسب 6 ساعات كهرباء مجانيه بمشروع غايه في الذكاء والعبقريه في الربط بين البلدان. ايضا الاردن مرشح لان يزود بالكهرباء من مصر، وانت تعلمي طبعا ان مصر تسعى ان تكون نقطه او بورصه لتجاره الطاقه باشكالها الكهرباء والبترول والغاز، وسنصدر كهربائنا الى اوروبا عن طريق اليونان وقبرص عن طريق اسبانيا في الغرب منا. كلها مشروعات غير تقليديه تقفز بنا قفزات الى تعميق التعاون بين البلدان العربيه واوروبا ايضا. نعم. بل وافريقيا، لان كهرباء افريقيا سوف تمر عن طريق مصر الى شركائها في العالم العربي واوروبا. طيب سيد سفير، حضرتك اشرت لنقطه انه كان هناك تكتل سابق يجمع ما بين الدول الثلاثة في التسعينيات، الآن عودة لهذه الآلية الثلاثية في التعاون بين هذه الدول. وزير الخارجية الأردني أشار إلى أنه هذا الشكل من التعاون هو نواة لتعاون عربي، هل يعني ذلك أنه مرشح أن تنضم دول أخرى لهذه الآلية من التعاون؟ وهل يعني ينبغي أن يكون هناك ربما معايير أو شروط لانضمام دول معينة، كمثلا يعني بروز أو ميزات معينة في مجالات اقتصادية معينة؟ نقطة مهمة وسؤال مهم جدا، لأن الجامعة العربية لديها اتفاقيات لتحرير التجارة بين كل الدول العربية، واتفاقيات لحركة رؤوس الأموال وحماية الاستثمار وتشجيعه. ممكن، وانا احد الذين اقترحوا هذا في الجامعه العربيه، ان مجموعه محدوده من الدول العربيه لديها استعداد لتعميق هذا التعاون الى مجال اوسع واعمق، وهذا ما تقوم به مصر والاردن والعراق. ايضا مصر والاردن وتونس والمغرب لديهم اتفاق اغادير الذي يعمق العلاقات التجاريه والاستثماريه، وكما تفضلت طبعا مؤكد ان عندما نعمق العلاقات بين الدول الأكثر مقدرة على تعميقها هناك دعوة بالتأكيد لكل من يستطيع. أنا أتصور إن شاء الله، ندعو الله أن تستقر الأحوال في سوريا. سوريا شريك كبير جدا مرشح طبعا، لأنها البيت التالي للأردن وعلى حدود مشتركة مع العراق. ممكن جدا دول أخرى تنضم لهذا التجمع. ليبيا مرشحة بالتأكيد عندما تستقر فيها الأوضاع. السودان ممكن أن يكون مرشحا أيضا. إذن هو خطوة بالتعميق والتوسع لكل الدول الثلاثة، لكن أيضا ندعو أي دولة تكون مؤهلة وقادرة وتستطيع أن تواجه تحدي جديد، لأن التحدي معناه مزيد من الفرص الإضافية للعلاقات بين البلدان العربية. نعم. طيب سيد سفير، طبعا يعني لما استمعنا لتصريحات وزراء الخارجية كان هناك عناوين اقتصادية بامتياز، تعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة من طاقة وكهرباء ونفط وإعادة إعمار وغيرها، لكن هناك أيضا الإشارة إلى الملفات السياسية. كان هناك حديث عن ليبيا وعن العراق وعن سوريا وغيرها. أي رؤية تجمع بين البلدان الثلاثة فيما يتعلق بالملفات السياسية الملحة؟ لدينا طبعا ملف سوريا، والكل يسعى للاستقرار في سوريا، لأن عدم التوازن وعدم الاستقرار في سوريا يؤثر علينا جميعا. لاحظ أن هذا الجيش الثاني، نحن نطلق حتى على الجيش السوري الجيش الأول، والجيش الثاني الميداني في مصر، والثالث في العراق. فمن الناحية الأمنية مهم جدا أن نضمن الاستقرار في سوريا. ليبيا، وقد أشير إلى ليبيا لأن ليبيا هي الحدود المباشرة لمصر،
والرئيس كان بنفسه يحدد الخطوط التي تحدد سياستنا مع ليبيا، ووضع خطوطا حمراء لا يتجاوزها احد، وقد يعني الرساله وصلت تماما ومطبقه على افضل ما يكون لمصلحه ليبيا ومصلحه مصر. لم يذكر اليمن، لكن بالتاكيد كلنا مع اليمن. الدول الثلاثه مصر والاردن والعراق مهدده في امنها المائي، سواء العراق بتهديد تركي او الاردن بتهديد اسرائيلي او مصر بالتهديد الاثيوبي. وبالتالي نحن يعني ننسق في مواقفنا، لان القانون الدولي هنا يحكم هذه الامور حكما ينطبق على كل الحالات التي تنظم الانهار الدوليه والانهار العابره للدول. والامن المائي هنا مساله اشير اليها، ووزير خارجيه الاردن اشار ان الاردن يقف وراء الموقف المصري في موضوع الامن المائي. يعني انا باختصار، لا يوجد موضوع يخطر في البال يمس العلاقه او يمس المصالح لاي من الدول الثلاث الا وسيكون مطروحا على مائده المباحثات، سواء على المستوى الرئاسي او مستوى وزراء الخارجيه او الوزراء الفنيين المعنيين. طيب سيادة سفير، يعني سؤال اخير باختصار فيما يتعلق بالاطار المؤسسي او القانوني لهذا التنسيق الثلاثي، وهو سؤال تم طرحه يعني من اسئله الصحفيين الحاضرين لهذا الاجتماع. وزير الخارجيه سامح شكري قال انه لسنا بحاجه الى وثيقه قانونيه مثلا كاطار لهذا التنسيق. اذا ما هي يعني ما هو الاطار الذي يجمع او شكل هذا الاطار الذي يجمع بين الدول الثلاثه كتعاون؟ هناك طريقتين للتعامل مع هذا الموضوع، وهو سؤال مهم جدا. اما على شاكلة ما قمنا به عندما انشانا منتدى البحر المتوسط للغاز، والذي يعتبر القاهره مقرا له وتقوم بالسكرتاري، اصبح منظما الان، او النظام الذي ابتدعته مجموعه السبعه الدول الاغنى في العالم. السكرتاريه تكون للدوله التي ترأس المجموعة خلال السنة، وهي التي تقوم بعمل السكرتارية. كلا النظامين قابل للتطبيق، والوضع اللي كما أشار إليه الوزير سامح شكري هو أننا سنتبع النظام الثاني. الدولة المضيفة للاجتماعات هي التي تقوم بعمل السكرتارية، ثم تسلم أعمالها للدولة التالية التي ترأس المجموعة أو تستضيفها. كلا النظامين ممكن ومتاح، وأطمئنك أن مصر لديها خبرة طويلة جدا من البيروقراطية الحميدة تستطيع أن تنظم مثل هذه الأمور. أشكرك شكرا جزيلا السفير جمال بيومي مساعد وزير خارجية الأسبق، شكرا جزيلا يا فندم.